وحشونا جدا جدا. ودلوقتي احنا في الفيديو اللي هنتكلم عن مشتريات المدرسة. والسنة دي يا اصحابي مشتريات المدرسة اتغيرت علشان كوفيد 19، ربنا يحفظنا جميعا منه يا رب. دلوقتي هنعرف ايه الحاجات اللي جبناها عشان نحافظ بيها على نفسنا من كوفيد 19، وايه الحاجات اللي متعودين نجيبها كل سنة. طبعا احنا داخلين في ظروف مختلفة، يلا نشوف احنا جبنا ايه. اول حاجة احنا هنستعرض معاكم المشتريات بتاعت المدرسة اللي احنا متعودين نجيبها كل سنة. ويلا ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رايح جريد فور، فسألت في المدرسة انا رايح كام يوم، قالوا لي انا رايح يومين. فجبت طقم واحد تيشيرت دارك اورنج وشروال كحلي، ده زي بتاعنا في المدرسة. انا رايح جريد وان، فروحت سألت في المدرسة قالوا لي اللي انت هتروح اربع ايام، عشان كده جبت طقمين الاثنين اللي هما التيشيرتات دولت. عشان كده جبت تيشيرتين لايت اورنج وجبت بنطلونين كحل. وما جبناش كوتشيات جديدة علشان احنا كان عندنا كوتشيات العيد وما جي خرجناش، يعني في العيد رحنا حتة فهنلبسها واحنا رايحين المدرسة. بس جبنا شنط جديدة، انا شنطة سابوي عجبتني فخدتها. وانا الشنطة دي عجبتني ولقيتها ستايل جديد عمري ما جربته فقلت اجربه. وانا دلوقتي هفتح الشنطة بتاعتي واوريها لكم. هنا شايفين الشكل حلو ازاي؟ هي طبعا فيها جيبين اهمت، فيها بتاع الازازة، واحنا هناخد معانا ازازة. يعني انا الشنطة دي بقى فيها واحد، ادي اول جيب معانا، في ده جزء اللي حط فيه كراريس وحاجات افصل كل يعني كل كل مادة لوحدها. وهنا معانا تاني جيب، ده بتهيالي بنحط فيه الكتب والحاجات. وبصراحة انا اول مرة اجيب شلطة جد. ومعانا تالت جيب اهوت، ده بيتهيألي علشان مع احط فيه المقلمة واللانش بوكس. والجيب ده احط فيه حاجات اقول لكم عليها بعدين. بس الجيب ده بعمله كده بيتفرد، اطبقه كده بيتفرد بيوسع يعني كده. تاني حاجة هنتكلم عليها هي المشتريات من الكتب الخارجية. اول حاجة هنشوفها دلوقتي اللي انا في جريد وان واشتريت استبهات للكونكت بلس، وبرضو اشتريت استبهات بس المرة دي للاكتيفيتي بوك. ودلوقتي عشان العرب اشتريت سلاح التمييز جريد وان. وبالنسبة للماس والديسكفر بصراحة يعني انا بذكرهم من الكتاب بتاع المدرسة. بالنسبة لي انا في جريد فور اشتريت ماي تيتشر للانجلش زون اللي هو الكتاب الخارجي بتاع المستوى بتاع المدرسة، واشتريت عربي سلاح التلميذ وتايم وتايم اشتريت كتاب المعاصر. وبالنسبة للماس والساينس برضو بجيب المعاصر. وبالنسبة للكشاكيل احنا جبنا كشاكيل نحفظ فيها وكشاكيل نكتب فيها اللي احنا حفظناه، وكشاكيل سلك نلخص فيها المذاكرة بتاعتنا. بالنسبة لي انا جبت كشاكيل سلك لكل مادة وكشاكيل بحفظ فيها. فعشان احنا لسه ما رحناش المدرسة فما نعرفش ايه الطلبات، فما جبناش لا كشاكيل ولا جلدات ولا تيكيتات، بس جبنا مصاصر وجبنا قلم جاف اهي. وبالنسبة للجاف يعني مش هيتنسى غير الكوريكتر اهي، كوريكتر. وجبنا جلو اهو، وجبنا مثلث على شكل مسطرة يعني، وجبنا الاستيكة، وجبنا ختمة، وجبنا شايفين القلم الرصاص الحلوة دي، وجبنا هايلايتس
اربع الوان، وجبنا استيكة تانية اهي، وجبنا برايات، وانا جبت مقلمة جديدة بدرجين مكتوب فيها جدول الضرب، عشان انا باخد اللونج ديفيجن فالجدول يبقى قدامي دايما. مقلمة حديدة على فكرة، وطبعا انا لسه مقلمتي جديدة مفتحتهاش وافتحها، وانا عجبني شكل البطة فعجبني وجدته بتتفتح المقلمة كده، فيها برضو جدول الضرب اهو، وفيها برضو درجين، يعني هي نفس المقلمة. ده بالنسبة للحاجات اللي احنا كنا متعودين نشتريها كل سنة. تعالى نشوف الحاجات اللي احنا اشتريناها عشان نحافظ بيها على نفسنا من مرض كورونا المستجد. احنا طبعا متعودين كل سنة ناخد اكلنا في اللانش بوكس، اذا كانت سندوتشات، خضار، فواكه، كل الحاجات دي يعني. بس السنة دي ماما قررت اللي هي ما تديناش لانش بوكس عشان احنا نجيبش ايدينا عند بقنا، فماما قررت اللي احنا نفطر كويس في البيت، وفي وقت البريك ناكل حاجة حلوة مغلفة زي ديت. احنا بقى يا صحابي بنجيب الحاجة دي بالعلبة على من عند تاجر الجملة عشان ما نمسكش مطرح حد. احنا ممكن ناخد حاجات زي كده، سكين كيكة مالتو بس كده وخلاص، هي حاجات مكلفة بس ناكلها بس في البيت، وما نضطرش ان احنا نروح نشتري حاجات من الكافيتيريا. وكمان اشترينا كوبايات جديدة بدل البوتلز او الازازات علشان ايدينا ما تقعدش تيجي كل شوية على غطا الازازة وبوق الازازة يتلوث. ادي الكوباية بتاعتي، انا عجبني الشكل ده، هما الاتنين نفس الستايل مثلا بس دي اكبر شوية. انا عارف ان هي اكبر شوية وحبيتها. وكمان جبنا الفيشل اهو، الفيشل ده يا جماعة بنلبسه على وشنا، وانا كمان عندي فيس شيلد، انا جبت اورنج عشان انا بلبس اورنج، وانا جبت بلو عشان انا بحب طبعا لون البلو، وجبنا كمان كمامات عشان نلبسها تحت الفيس شيلد. اهو معانا الكحل، واهو معانا الجل المعقم، طبعا هناخد معانا وايبس وتيشوز، كل واحد واخد معاه صابونه عشان نستخدمها بعد حصص الاكتيفيتيز. وبكده يا اصحابي دي الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها عشان نحافظ بيها على نفسنا. عايزه اقول لكم اصحابي خلي بالكم من نفسكم، وخلوا دايما بينكم وبين صحابكم مسافات. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو ده. كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد عليكم. نشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.